وغير تركيا، هل سيغير التدخل التركي من حظوظ حسم الوضع عسكريا على الأقل لصالح خليفة حفتر كما يبدو بعد سقوط سرت؟ هذا هو ما سميه سباق مع الزمن، يعني المشير خليفة حفتر أعلن القوات أنهم يجب أن تدخلوا طرابلس، ويقول تحرروا طرابلس من الإرهابيين، يعني هذه لغته كما استخدمها. إذن هو سيحاول أن يفعل ذلك، وهذا سباق مع الزمن. إذا نجح الأتراك وأدخلوا قوات كبيرة، ولست أدري كيف سيتم ذلك، سيتم ذلك إما جوا باستخدام مطار معتيقة أو باستخدام ميناء طرابلس بحرا، لكن هنا ثم إمكانية تصدي بالطائرات. إذا استطاعوا أن يدخلوا بكثافة وبسرعة وفي وقت وجيز، فإن الكفة ستتعادل وتصبح ثم توازن رعب، يعني توازن عسكري. لا يستطيع المشير خليفة حفتر الجيش الوطني الليبي دخول طرابلس. إذا ما تم سباق مع الزمن، يعني في كل ساعة بحسابها والأيام القادمة يستطيع أن يعمل اختراق كبير جدا في طرابلس، فإنه طبعا سيغير المعادلة والمشهد. لهذا أقول طبعا الحل في النهاية هو حل سياسي، هذا بدون شك مهما كانت طبيعة المعركة، لكن أيضا ليبيا أزمة دولة، وهذا ما أقوله، تحتاج إلى احتكار العنف الشرعي المسلح، إلى جيش وطني واحد، أمن واحد، مخابرات واحدة. هذا التشرذم وهذا التفكك ووجود قوى أخرى مسلحة هو ما أدى إلى أزمة دولة، ليست أزمة سياسية عابرة في ليبيا. هذا ما يحاول الجيش الوطني الليبي أن يفعله. نحن أمام السباق في الزمن، لهذا قل إذا ما دخل طرابلس فإن التدخل التركي يصبح لا معنى له، لكن إذا لم يستطع فإن التدخل التركي والتدخل العسكري التركي لم يمر عبر مجلس الأمن، يمر عبر البند السابع من ميثاق المتحدة الذي يتيح للدول أن تدخل عسكريا حمايه هذا في العالم. نعم، قبل أن أختم فقط بس أسأل هند سريعا، إذا كان الحل النهائي حل سياسي، هل اختلاف توجهات دول جوار ليبيا العربية تجاه الوضع هناك يصعب من هذا الحل؟ يعني اجتماعات في القاهرة لا تشارك فيها الجزائر، اتصالات واجتماعات وزيرات في الجزائر لا تشارك فيها القاهرة، لا وجود لآلية دول الجوار في ليبيا التي شهدنا اجتماعات لها في السنوات القادمة، كيف ترين هذا؟